كيفية تدريبه لهذا الفريق قبل أن يمارس عملية التداول ممارسة عملية. بعد أن اكتمل فريق أوليكس واندوم أول درس أعطاه لهم، قال لهم لا تهتموا بالمال على الإطلاق، فقط عليكم مذاكرة وفهم ما يدرس لكم من دروس في التداول. أول حاجة أنا هعرفكم المنصات وأنواعها، وهبدأ في تعلمكم أنواع التحليل. التحليل عبارة عن نوعين، تحليل فني أساسي وتحليل فني كلاسيكي. قال لهم أولا هناخد التحليل الفني الكلاسيكي، وده بينقسم إلى نوعين، تحليل فني كلاسيكي قديم وده كان من اختراع اليابانيون، وتحليل فني كلاسيكي غربي حديث. أول حاجة هنبدأ بها النهاردة هو الدرس الأول في التحليل الفني القديم، وهو ما أعطاه لنا أو ما علموه لنا اليابانيون. كل واحد على الجهاز الخاص به عليه فيديو بيتكلم عن أول حاجة في هذا الموضوع من التحليل، وهي الشموع اليابانية وكيفية استخدامها في التداول. ما تخافوش من الأسماء، عليكم فقط مشاهدة هذا الفيديو والدرس الأول من دروس التداول. كيف يؤثر الألم العاطفي على المتداول؟ بالطبع أن الخسارة التي يتولد عنها الألم العاطفي لابد أنها تؤثر على التداول الذي يلي الخسارة مباشرة، وعلى جميع الصفقات التالية. خسارة يعقبها خسارة، وفي الغالب تكون النتائج مخيبة جدا للآمال ولا يحمد عقباها. عشان كده لما تلاقي نفسك خسرت المعدل اللي انت مقرره لنفسك في الإدارة المالية، وأنا لا أنصح بالتداول بأكثر من 3% من نسبة رأس مالك خلال اليوم الكامل، حتى لو حققت الربح احمد ربنا واخرج بسرعة. أنا بتكلم دلوقتي لو لقيت نفسك خسرت المعدل اللي انت مقرره وعامل مخاطرة بيه، اقفل المنصة على طول تماما، وروح راجع من أول وجديد وشوف نفسك انت بتخسر ليه. امسك صفقاتك اللي انت خسرت فيها، حللها وشوف ايه سبب الخسارة. هل هو سبب فني، اي عدم دقة في التحليل الفني، ام سبب معنوي ناتج عن حالتك النفسية اثناء التداول؟ وفي كلا الحالتين حدد المشكلة فين وعالجها بالاسلوب العلمي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، واللي انا هرجع تاني ولخصهولك في النقاط الآتية. رقم 1، تحديد المشكلة فين. هل هي مشكلة نفسية، اي تندرج تحت بند التحليل النفسي، ام فنية فتندرج تحت مسمى التحليل الفني. رقم 2، افرض عدة فروض لحل هذه المشكلة ايا بقى كان نوعها. ممكن لو تحليل فني اشوف عدة استراتيجيات اخرى لحل المشكلة، ولو نفسي أحاول أعالجها. أما رقم 3، اختبر مدى صحة هذه الفروض من خلال التجربة والاستشارات الفنية من ذوي الخبرة. بعد كده اختار الفرض المناسب والطريقة المناسبة والاستراتيجية المناسبة اللي تمشي وتتوافق مع إمكانياتك. بجرب مرة واتنين هذه الطريقة، إذا نفعت معايا ماشي، ما نفعتش أحاول أجرب مرة واتنين. الموضوع محتاج صبر وهدوء أعصاب، لأن التداول مكسبه كويس وكتير، وبالتالي ده يخليك تتحلى بالصبر والألم وعدم التسرع. وعلى الرغم من كده هتلاقي برضو إن نسبة 10% الرابحين لهم أخطاء في التداول، وإن هم مش معصومين من الخطأ، بس دول بيتعلموا من أخطائهم بسرعة، وفي الغالب بيكون سبب هذه الأخطاء الثقة الزائدة في النفس وعدم توقع إن السوق ممكن يعكس عليهم في أي لحظة. وأيضا هؤلاء يشعرون بألم عاطفي، وبيكون أقوى من نسبة 90%، لأن الكبر والعنجهية بتاخدهم إزاي بعد الخبرة دي كلها ممكن يقعوا في الأخطاء دي. وعموما السوق مالوش كبير، وما ينفعش حد يفضل كسبان على طول او خسران على طول.
بس أنا واثق إن نسبة 90% لو اشتغلوا على نفسهم صح وذكروا واجتهدوا وأخلصوا لله العمل، فبإذن الله هيعالجوا كل مشاكلهم وربنا هيعوضهم خير إن شاء الله. بس الأمر مش بالبساطة دي، الموضوع كبير ومش سهل ومحتاج مجهود وسهر وعرق، وزي ما قلت لو لم يكن هناك خاسرين ما وجد الرابحين. فإن شاء الله مع المجهود والفهم والعلم والتطبيق والصبر هتكون بإذن الله من الرابحين. والسوق فيه تحرك مستمر، وفعلا كما أذكركم دائما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.